في الحقيقة في اهتمام كبير بصحة المرأة المصرية من كل قطاعات الدولة. امبارح وزارة الصحة افتتحت أولى عيادات المرأة الآمنة. المرأة الآمنة دي عيادات بتقدم الخدمات الطبية والإرشاد والدعم النفسي للسيدات اللي تعرضوا لعنف أسري. خلونا نتعرف أكتر على هذه المبادرة من الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان. صباح الخير يا دكتورة. يعني عايزين نتعرف إيه هي العيادات الآمنة، يعني إيه أهميتها؟ هل هي مخصصة فقط للسيدات التي تعرضن للعنف الأسري ولا يعني مفتوحة لجميع المصريين؟ الحقيقه انه كل سيده من حقها تزور عياده المراه الامنه وتبوح بما في صدرها من مشاكل او ازمات ممكن تكون هي نفسها مش مميزه انها نوع من انواع العنف او نوع من انواع التقصير في حقها. والحقيقه ده هيعينها لانه يعني هيساعدها جدا على تربيه ولادها وعلى حفظ اسرتها دكتورة اللي فات عماله تزيد والناس مش عارفه تحط ايدها على قلبها ايه بالظبط. فالحقيقه ان المراه الامنه العياده اللي هتساعد الناس ان هم يكتشفوا مشاكلهم وتساعدهم على التخلص منها ان شاء الله. طيب دكتوره منن بعد التحيه، يعني احنا بالنسبه لنا ممكن تكون دي حاجه جديده مش متعودين عليها ومش دارجه بالنسبه لنا، ليه دلوقتي؟ ليه تحديدا هيتم افتتاح هذه العيادات، عيادات الامنه؟ ليه هيتم دلوقتي؟ بصي يا ستي، هو الحكايه انه الحقيقه قطاع معايا الاستاذ وسياده الزراعة عبد الرازق تحت اشراف معالي وزير الصحه والسكان الدكتور خالد عبد الغفار مهتمين جدا يوصلوا لكل فرد من افراد المجتمع، وده التوجه الجديد اللي يخلي الناس بدل ما هي كل تعاملاتها مع المستشفى يبقى تعاملها مع الوحده الصحيه القريبه منها عشان نقلل الضغط على المستشفيات ونزود مساحه الخدمه والناس كلها تتلقى الخدمه بشكل جيد ومناسب. فيما يتعلق بالمراه احنا كنا قلنا الحقيقه امبارح دكتوره منن. طيب يعني يبدو اننا فقدنا الاتصال بدكتوره منن عبد المقصود. لو احنا بنتكلم على عيادات امنه يعني متخصصه في العلاج النفسي تحديدا زي ما كنا بنتكلم ان هو متعلق بقضيه العنف الاسري، للاسف احنا يعني بقينا بنشوف حالات صعبه جدا. ما اقدرش اقول انها مؤخرا ظهرت، موجوده من زمان لكن تم الاهتمام بيها بشكل كبير جدا مؤخرا، لانه بمنتهى البساطه فكره انه يكون في بيت في سيده بتتعرض لعنف اسري، اكيد العنف مش بيتوقف فقط عند الام او عند الزوجه، اكيد بيمتد للاطفال، بيمتد للاطفال ان كان جسديا او حتى نفسيا، لان ده بيؤثر اكيد بشكل كبير يا مصطفى. صحيح، وانا معاكي. انا عايز اقول برضو كمان ان قصه الطب النفسي او الدعم النفسي عموما عندنا في مجتمعنا المصري مش يعني ما كانتش فكره مستساغه، لكن اعتقد ان العيادات الامنه اللي بتتكلم عليها الدكتوره منن قدرت تقرب المسافات، صح كده يا دكتوره؟ ولا يا ريت بس نقرب من مكان في شبكه بعد اذن حضرتك. حاضر حاضر. بص حضرتك، يعني هو الحقيقه ان ثقافه الشعب المصري فيما يتعلق بالصحه النفسيه ابهرتنا جميعا كويس. خاصه وقت كورونا الحقيقه، يعني يبدو انه الناس مشكلتها مش في انها تلجا للعلاج النفسي، مشكلتها انها تروح للعياده او للمستشفى. فالحقيقه انه زي ما حضراتكم عارفين الخط الساخن 16-32-8 بيستقبل المكالمات 24 ساعة على مدى 7 أيام الأسبوع، والحقيقة أن المكالمات في ازدياد والناس بتلجأ له أكتر وأكتر، بالإضافة إلى خدمة المنصة الإلكترونية الصحة النفسية عليها إقبال غير عادي، والعداد موجود على الصفحة اللي يحب يعرف عدد الناس اللي زارت الصفحة. الحقيقة أنه الشعب المصري عنده استعداد جدا أن هو يتفاهم ما يتعلق بالصحة النفسية من كل أطيافه ومن كل أنواعه، بس إحنا محتاجين نوفر له الخدمة ما نوصموش، ما نحسسش أي حد بيعاني من مشكله نفسيه ان هو موصوم او ان هو مريض نفسي او عنده مشكله. أي. لانه بسلامته وصحته النفسيه ممكن يبني اسرته ويساعد في بناء بلدنا الجميله. ده بكل تاكيد يا دكتوره منن. طيب خلينا نعرف من حضرتك يا فندم، هل هذه العيادات منوطه فقط بانها تقدم الدعم النفسي ولا بيكون في خدمه علاجيه؟ وهل هناك حالات تم ادراجها انه يكون في حائله لجهات شريكه داعمه لمناهضه العنف ضد المراه؟ لا الحقيقه هي مش بس بتقدم خدمه الدعم النفسي، بتقدم كل انواع الدعم.
بما فيهم الدعم القانوني، بما فيهم الدعم يعني بيحاولوا حاليا يعملوا دعم اجتماعي كمان، بس ان شاء الله يعني لسه الامور في طور الاعداد. مهم جدا كمان دعم اجتماعي زي ايه يا دكتور؟ ان الجسد المراه نفسه لو عندها ازمه وعندها مشكله انها يتم رعايتها صحيا وجسديا. دكتوره منى، حضرتك اشرتي لدعم اجتماعي، زي ايه يعني؟ ايه الاليات، اليات الدعم الاجتماعي؟ يعني معظم المشاكل اللي بتعاني منها الاسره المصريه لها علاقه بمشاكل اجتماعيه بين الزوج والزوجه وبين اهل الزوج واهل الزوجه، فاحنا الدعم الاجتماعي ده مهم، ان احنا نعلم الناس تتعامل ازاي في مجتمع سوي وسليم. طب ازاي بيتم تفعيل نظم الاحاله الى الجهات الشريكه الداعمه لمناضله العنف ضد المراه؟ اكيد في شركاء لحضراتكم. لا، هو حضرتك انا الحقيقه مسؤوله عن ما يتعلق بالدعم النفسي، التفاصيل بقى اللي لها علاقه بالتفاصيل الاخرى اكيد دكتور وائل عبد الرازق هينفعكم اكتر منها. طب في سريه بيانات، ماذا عن سريه البيانات المتاحه؟ أكيد طبعا، خصوصيه وسريه البيانات دي مكفوله للجميع، ومش من حق اي حد يناقش اي مشكله خاصه بالمراه اللي هتلجا للعلاج الا داخل جدران العياده، غير كده مش من حق اي حد ان هو يفشي اسرارها. طيب يا فندم، ازاي هيتم توعيه السيدات انها تقدر تحمي نفسها؟ هل اصلا تدريب السيدات انها يعني هي تحمي نفسها من التعرض للعنف ده موجود؟ هو بص حضرتك، هو من ضمن التناول بتاع مشكله العنف هيبقى اسباب العنف، فاكيد لو اسباب العنف المراه هتعرف تتفاداها وتتعامل معاها هيبقى في نوع من انواع الوقايه بالنسبه لها في المستقبل. بمعنى انه وارد انه يكون في حاله ادمان مخدرات مثلا في المنزل، يكون هي دي اللي مسببه العنف. وارد يكون في عيوب في شخصيه الزوج او شخصيه الزوجه وهي اللي مسببه العنف. فاحنا عايزين بس نحط ايدنا على المشكله ونعلم افراد الاسره ان هم كمان يشخصوا المشكله عشان يبداوا يعالجوها صح. احنا بنشكر حضرتك يا دكتوره، دكتوره منن عبد المقصود، امين عام الصحه النفسيه وعلاج الادمان، شكرا جزيلا لحضرتك. اعتقد مبادره مهمه جدا وجديده علينا كمصريين ان احنا نشوف حد يتكلم معانا بشكل علمي بكل تاكيد فكره التوجه اصلا للدعم النفسي دي مهمه جدا، ومش شرط ابدا اللي بيتوجه لدعم نفسي او اللي بيطلب مشوره نفسيه يكون زي ما احنا بنقول مجنون او عنده او مريض نفسي، لا، كلنا بيعدي علينا لحظات صعبه، بنتعرض لمواقف صعبه، لازم يكون في دعم نفسي على اسس علميه عشان نقدر نتعامل زيه زي اي حاجه بنتعلمها. هو علم في الاول وفي الاخر، هو علم، وعشان كمان نكون يعني واضحين وبرده على اسس علميه، الصحه النفسيه بتكون احد اهم اسباب الحمايه من الامراض، وامراض كتير جدا بيكون اصلا اساسها نفسي، حتى الشفاء من امراض كتير جدا بيكون اساسها نفسي. فهي نقطه مهمه جدا ان احنا نتعامل مع الدعم والمشوره النفسيه ان هو عاده بنتعامل بيها عادي في حياتنا، بنلجا لاهل العلم عشان نعرف نعدي اللحظات الصعبه والمواقف الصعبه اللي احنا بنعديها عامه في حياتنا كلنا. صحيح.